صحفي حقوقي. هذا الكتاب الذي نعقد بشأنه نشاطا في ضيافة دار المحامي هو عبارة عن حوار أنجزه الزميل مصطفى الإدريسي صحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي مع شخصية مناضلة هو الحسن مختبر. كتاب يحتوي على مسار هذا المناضل حسن مختبر الذي انضم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وعرفت مسار حياته عدة محطات، أبرزها أنه تعرض للاعتقال وللتعذيب وقضى في الزنازين سنوات عدة، وقبل أن يتمتع بعفو ملكي في سنة 1980 كان قد حكم عليه بالمؤبد في منتصف السبعينات. هذا الكتاب كذلك يحكي علاقة المختبر حسن الذي كان لاعب كرة قدم موهوب، بعدها التحق بالإدارة الترابية كقائد عين بمنطقة واد اللو، وقد عمل على أن ينجز مشاريع تنموية مجتمعية بهذه المنطقة النائية من المغرب التي تقع في ضواحي تطوان، وقد أباح في الكتاب عن مجموعة من الحقائق التي تغني تاريخ المغرب. كتشوفش بأن من الصعب تقبل أن رجل سلطة كينضم إلى يحكي الحسن المختبر يحكي الحسن المختبر على هذه النقطة التي كيف أصبح رجل سلطة بتوجيه من المناضل الفقيه البصري الذي اقترح عليه أن يكون في مؤسسة يحتاج إليها النضال الحزبي آنذاك لمعلومات ومعطيات ولرجال وسطها كان المغرب يغلي بانتفاضات وبصراعات مع السلطات آنذاك. وقد حاول الحسن مختبر أن يزاوج ما بين نضاليته في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وبين مسؤوليته كقائد في ملحقة إدارية بنواحي تطوان، وهو يعتبر أنه أدى مهمته بصدق حتى ولو أنه كان رجل سلطة. والكتاب يقدم العديد من المبادرات والمشاريع التي أنجزها في تلك المنطقة. مناضل اتحادي حقوقي، مناضل في أجل حقوق الإنسان، مقيم في باريس وساكن في الرباط في المغرب. في المغرب. أعتقد الحسن المختبر صديق، شاركنا بعض المسائل عن مسافة في 1973، ولكن ما تلاقينا إلا 40 سنة فيما بعد. هو كان لاعب كرة القدم ودخل التنظيم السري. أنا مهندس جيولوجي ودخلت التنظيم السري. لماذا؟ كلنا لا المختبر لا أنا ولا واحد العديد ديال الشباب ينتمون إلى جيل في الستينات وفي السبعينات كان عنده حب الوطن وحب الشعب المغربي وحب المواطن، وكان بغي واحد المغرب آخر، مغرب فيه العدالة، فيه المساواة، فيه تقدم. وكان واحد الحزب سميتو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كيستقطب وكيجمع هاد الناس هادو كلهم، من الطلبة، العمال، الفلاحين. هاد الحزب كان كبير، وطبعا الناس كيعرفوا كثير الزعماء ديالو، المهدي بن بركة، السي محمد الفقيه البصري، عبد الرحمن اليوسفي، عبد الرحيم وعبيد، عمر بن جلون، ولكن ما كيعرفوش الناس اللي كانوا وراء هاد الزخم هذا. الحسن مختبر، أستاذ الحسن المختبر كان من هذا الجيل. هذا كان عندنا خيار جيل قرينا، هو تخرج شوق على الحسن المختبر، تخرج في كلية الحقوق وبغي يولي محامي. التنظيم الحزبي قال له
انت لا غتمشي تدخل المدرسه الاداريه، لان الحزب ديالنا محتاجينك في المدرسه الاداريه. انا تخرج في غرنوبل الفرنسي وطلب مني العمراني اللي كان ديك الساعه مدير الفوسفات نشتغل معاه، ولكن هذا الجيل هذا كله مشى من اجل كنا كنسبيو في ذاك الوقت تحرير الشعب المغربي ضد من الاستبداد. نقسم بكلمه، هذه الحركه ادت الى ما يسمى حركه 3 مارس 73 اللي هي انتفاضه كبيره عرفها المغرب، نعتها المرحوم الحسن الثاني الملك الحسن الثاني يعتبر بانه اخطر احداث وقعت في المغرب منذ دخول الاسلام، ومختبر كان طرف فيها. هاد 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 الانتفاضه اللي كانت بدات في مارس 73 ماتوا فيها الاف عباد الله. وفقط باش نذكر باش نعطيك لهم الحجم ديال هاد الانتفاضه، هذيك المؤسسه ديال الانصاف والمصالحه عوضت حوالي 20,000 شخص من هذه الانتفاضه في الاطلس. هذه الانتفاضه غادي يحتفل بها السنه المقبله في 2023 الخمسينيه ديالها. دابا الان كاين الخمسينيه ديال سميتو ديال المختبر، غدا كاين الخمسينيه ديال الحسين المانوزي، حتى هي غتكون في الدار البيضاء في نفس هذه القاعه غدا في نفس الساعة 4 غتكون. هذا كنحيو الذاكرة. بالطبع كان ديك الساعة العمل المسلح، حنا اليوم لا ندعو إلى العمل المسلح، لا ندعو إلى المواجهة العنيفة، لكن نتذكر أنه مئات ديال المناضلين، آلاف ديال المناضلين ضحوا من أجل هذا المغرب اللي كان الآن كنهضر فيها أنا بكل حرية. راه كون ما كانوا هذوك اللي ضحاو قبل راه ما غاديش نوصلوش. والمختبر بطل من هاد الابطال. اسمح لنا نبقى معنا استاذ. استاذ الله يخليك، انت عشتي مع الجيل ديال الستينات والجيل ديال السبعينات، واش كتظن ان هذا الجيل هذا كون كان في هاد الوقيته انه غيقدم على الشيء اللي قدم عليه في 73؟ إذا كانت عندنا نفس الدوافع نفس الغيرة على بلادنا غادي نتقدموا غادي نحاولوا نساهموا، ماشي بنفس الأساليب. العصر الآن لا يتطلب اللجوء إلى العنف، لا يتطلب المواجهة، يتطلب أسلوب آخر. لكن الجيل هذا راه عليه ياخذ مسؤوليته، ماشي يبقى يخرج لعلى برا يقول المعيشة غالية، المدارس ما كاينينش، يحزم على كتافه ويضرب ويترك. حتى شعب في العالم ما حقق التقدم ديالو بلا والو. حق الاضراب في اوروبا ماتوا عليه الناس مئات الالاف ديال عباد الله اللي ماتوا على حق الاضراب. حنا عندنا حق الاضراب جاي لنا فابور، ما عارفين شنو هو المعنى ديالو ولا هذا. التصويت ديال المراه الامريكان ما وصلوا لها حتى مؤخرا. روسيا سويسرا حتى 65 المغرب المراه كتصوت فيه ما كتصوتش في سويسرا. هذه كفاحات، وعلى هاد الشباب الحاليين يعرفوا ان لا شيء كيتقدم الا بالنضال وعري على كتفه ويشوف مصلحه بلاده، مصلحه خوه، مصلحه شعبه قبل لا يشوف انانيته. شكرا. كانوا فيها اخوان بخصوص الناس ديال المنظمه، فرع ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان، لتقديم هذا الكتاب اللي هو عباره عن حوار مطول مع مناضل قاسى من السجون في سنه 73، قضى في السجن مده ديال 12 سنه، كان تحكم مؤبد. وهذا الحوار تي يشمل محطات ديال الحياه ديالو. انا كان عندي الشرف باش ندير التقديم، طلب من السي مصطفى الادريسي وطلب من الاخ مختبر اللي تنعرفوا زياده من 60 سنه دابا، لان الاخ مختبر كنا تنسكنوا في نفس الحي وكنا في نفس المدرسة الابتدائية
وكتب علينا أن نتجاور كذلك في نفس المؤسسة الثانوية وأن نتجاور في الجامعة في كلية الحقوق. وتخرجنا في سنة واحدة سنة 1966، لكن أنا خديت مسار مشيت للمهنة المحاماة وهو مشى للمدرسة ديال الأطور ديال الداخلية وتخرج قيد فؤاد لو. ومن هنا بدأت الحكاية ديالو مع السجن سنة 73، لأنه كان عنده ارتباط بالتنظيم السري اللي كان يترأسه آنذاك الفقيه محمد البصري الله يرحمه. فإذا هذا الكتاب هو تتناول المسار ديالو من لاعب ديال كرة القدم في الحي ديال الدرب الكبير وفي فريق الراك آنذاك إلى معتقل سياسي في سنة 1973. أنا عندي شرف اليوم باش نشارك في هذا الحفل المتواضع ديال التقديم ديال الكتاب ديالو. شكرا. شكرا لك أستاذ الحسن المختبر، فاعل سياسي ساهم بشكل فعال وبشكل مكتف في مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ المغرب. السبعينات الكل يعرف تطوراتها. الحديث عن هذه الفترة لابد من الاعتماد على الحكي المباشر للشخصيات التي ساهمت وكانت فاعلة في هذه التجربة. طبعا الحال سي مختبر كان من قادة التجربة ومن موقعه كقائد في منطقة، حيث كان موظفا للدولة في منطقة، اشتغل كممثل للدولة في منطقة ودلو، وقبلها كان في خنيفرة أعتقد أو في قريبكا. بطبيعة الحال هذه المكانة الوظيفية اللي كانت تحتل كانت حساسة جدا، وبطبيعة الحال المساهمة ديالو من هذاك الموقع كان يستحق يعني لفت الانتباه إلى شخصيته. بالإضافة إلى أن الحديث عن المختبر هو حديث عن مرحلة، حديث عن مرحلة كفاحية عرفها المناضلون وكانت أساسية في تحولات سيعرفها المجتمع ديالنا فيما بعد على مستوى السياسي وعلى مستوى يعني التصالحات التي ستتم فيما بعد. كلنا يعرف أن بعد 75 سيدخل المغرب في تصالحات كبيرة ما بين القوى السياسية الأساسية في المجتمع، الاتحاد الاشتراكي مع السلطة طبعا الحال حسن الثاني إداك، مع التقدم الاشتراكية، مع بعض الحركات أو بعض الفصائل اليسار التي كانت في تلك المرحلة، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه دخول الاتحاد الاشتراكي الحكومة في التسعينات إلى غير ذلك. وهذا يأتي من هذه المرحلة ومن ما عرفناه في تلك المرحلة. أعتقد أن الحديث عن المختار على السي مختبر هو حديث ضروري ومهم، ليس فقط في شخصه الذي يكتسي أهمية كبيرة، ولكن كذلك لتسليط الأضواء على هذه المرحلة. وشكرا لكم أستاذ. الكل سيتساءل عندما يقرأ أن الحسن المختبر هو رجل سلطة ومن لاعب إلى 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 تمام. إلى تنظيم تمام. سري تمام. وفي حقيقة هو كجميع الشباب يعني ابتدأ حياته في درب كبير، والكل يعرف درب كبير وقصد كبير من أشهر الأحياء في الدار البيضاء وأكثرها عطاء ونضالية. الكل يتكلم عن أحداث 48 في درب كبير ومعروفة. وبطبيعة الحال كأي شاب لعب الكرة وتمكن بمهاراته أن يصل إلى الفريق الأول فريق الراك، ولكنه وصل مشواره كتلميذ وكطالب واستطاع أن يحصل على شواهد أهلته أن يلتحق بالمدرسة الأطر بالقنيطرة ليتخرج كقائد كمسؤول في دولة. بطبيعة الحال هذا المشوار لم ينسيه أو لم يبعده كثيرا عن أفكاره السياسية وعن اختياراته السياسية، وكان جد متحمس وقدم خدمات كبيرة، وحاول عندما اكتشف أمره حكم عليه بالإعدام في الأول. فبعد مدة يعني تحول حكم الإعدام إلى مؤبد وقضى 13 سنة. وعندما خرج من السجن استأنف حياته وابتعد عن الأضواء. القليل من يعرف مختبر
والذين يعرفونه يعرفون الرجل ويعرفون قيمته ويعرفون ما يكنه لهذا الوطن وما يختمر في ذهنه من أفكار يجد مفيدة ومهمة. شكرا. يعني ضمنتها في الكتيب صغير يتي بناء على طرف ديال واحد الحفيده ديالي ما جدو يا جدو يا جدو صح. حياتي بدات في 1944 دخلت الابتدائي بشعب الزموري 1952 خديت الشهاده الابتدائيه 58 المهم انضميت لسميتو الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه في 1966 مع الاتفاقيه البصري كنخرج من سميتو ودوزت فيها واحد المده دخلت في التنظيم السري ديال الحزب بقيت في هذاك سميتو حتى وليت عندي جاء سميتو لا ليسونس ديال سميتو مشيت عند الفري قال لي ودي خصك انت تكون عندنا كل صحابك كلهم داروا المحاماة وانت بغيناك تكون عدو عين ديالنا عند العدو ديال القوات الداخلية كتخرج القيادة ولاد الدربة كيعرفوني بهاد المسألة هادي ولهذا مشيت لتما كاين التنظيم السري اتجهت المحاكمة ديال 73 وفي ذاك الوقت بالضبط تحكم عليا بالمؤبد دوزت فيها تسميتو خرجت في 80 وديت المحاماة بكر الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.